يعطيكم العافية حبايبي، زمان عنكم. بصراحة قطعت فترة عن اليوتيوب لعدة أسباب، منها ظهور الإعلانات على الفيديوهات. اللي بتابعني بيعرف أنه أنا مش مشغل الإعلانات عندي، وأصلاً ما وصلت مرحلة أنه أطلع الإعلانات عندي بسبب عدد المشاهدات. لكن في قرار جديد من اليوتيوب أنه حتى لو أنت مش واصل هاي المرحلة، اليوتيوب بيطلع إعلانات على فيديوهاتك بغض النظر أنت شو عم تعمل، وهو بتروح له الفلوس من الآخر يعني، فهو بربح على ظهرك صفت. أنا ما عندي مشكلة، لكن أنا مشكلتي الرئيسية أنه كيف تظهر الإعلانات عندكم. فلحد ما ألاقي حل أنا بعتذر عن أي إعلان بيطلع على فيديوهاتي. الموضوع مزعج، بعرف إلكو زي ما هو مزعج لي، واللي ما بحبه لإلي ما بحب له غيري، فتحملوني هاي الفترة. أتوقع الكل منكم يوم مصورين لما اشتريتوا كاميرتكم وصلت معها الحزام اللي بيجي معها باي ديفولت، بيكون مكتوب عليه كانون أو نيكون أو سوني. وهذا الحزام أول إشي لازم تعمله لما تستلمه إنك تكبه بكل بساطة. هذا أول إشي لازم تعمله، لأنه ملوش أي فائدة. الفكرة وين؟ اليوم بدنا نحكي عن منتجات، اختراعات، إكسسوارات، بغض النظر شو بدك تسميها، بتسهل عليك عملك اللي بتحتاج فيه إنه تريح الكاميرا مثلا على جسمك. فاليوم بدي أحكي عن قطعة يا الله شو اللي زمان بستناها، شكرا يوكام وصلوها أخيرا. فالفكرة منها هاي الهولستر، هي قطعة حديد، طلعوا محلها حديد كثير كواليتي عالي. هاي القطعة بتفكها زي هيك، بس تفك البرغة بتصير قطعتين، قطعة بتنحط على الحزام من جوا، والقطعة اللي برا بتسكر عليه وبتعمل لوك، وبتلف اللوك عبين ما يسكر على آخر، وبدك تشد إيدك منيح عبين ما يضغط على الحزام يسكر عليه. هلا هاي القطعة بتكون على جنبك على الحزام، وفي قطعة ثانية بتحطها على قاعدة كاميرتك. القطعة الثانية فيها بلاطة للترايبود، راح نحكي عنها كمان شوي، وفيها هيك طابق قل. شو فكرة القل؟ انه بس تخلص تصوير من كاميرتك بكل بساطة، بس بتركب القل هون على المدخل وخلص عمل اللوك. واذا بدك ترجع تستخدمها في كبسة زر تضغط عليها بعدين تسحب الكاميرا بتاعتك. فانا مركب هلا انا البلاطة على كاميرا صغيرة نحكي زي هيك، فلنعتبر انه انا هلا عم بصور بكاميرتي حاليا، بس دا اخلص منها بدي اتحرك بدي امشي بديش اصور فيها، بكل بساطة بحطها على جنبها الحزام وبتسكر محلها وبتكون كثير ثابتة محلها. هاي هي القطعة الأولى اللي بدنا نحكي عنها اليوم، وهي من شركة اسمها لينكا، يا رب أكون لافظ الاسم صح. هلا شوف فكرة الشكل العجيب للبلاطة، خصوصا أنه هذا الهولستر صراحة أول مرة بشوف فيه القل مركب على بلاطة ترايبود زي هيك. من اللي حكيته هسا، هاي البلاطة مخصصة للترايبودات، في ترايبودات تمشي عليها هاي البلاطة بتقدر تركبها عليه بدون ما القل يسكر على المدخل، تمام؟ هاي مش بلاطة مانفروتو، انتبهوا، بلاطة المانفروتو مختلفة. هاي بلاطة معظم الترايبودات غير المانفروتو بتعتمد هاي البلاطة إلها، فأنت لما تيجي تركبها على الترايبود بتفكها، ما فيش داعي انك تفك القل او تخرب كل اشي، من الترايبود فورا تنقلها للحزام عندك او للهولستر على حزامك مباشرة، وهيك هدفها انه تسرع الشغل الك وتريحك اثناء التصوير. هلا هذا هو الجزء الاول اللي حكيت عنه، اللي هو عبارة بس عن الهولستر لحاله، الحديدة انت بتركبها على حزامك او على حزام شنطة انت بتلبسها على خصرك مثلا، بس بدك تنتبه انه الحزام تكون متين، يعني هاي القطعة ما تخاف انه توقع منها الكاميرا، خاف من الحزام اللي بيكون ماسكها، فانت بدك تشيك انه الحزام يكون متين جدا حتى ما توقع الكاميرا منه او انه يرخي او يوقع منه. طب لنعتبر ما بدك تركبها على حزامك الشخصي مش مرتاح فيه، او بدك حزام لحاله تركب عليه الهولستر وتفكه براحتك متى ما بدك وقت التصوير. في هذا الخيار كمان موجود من نفس الشركة من لينكا، اللي هو حزام زي هيك بيجي كبير وطري صراحة مريح جدا، هذا بتلفه على خصرك وبتقدر تركب عليه الهولستر لحاله. لكن بدنا ننتبه لشغلة، في قطعة زيادة بتيجي مع الحزام هذا، هاي زي ما نحكي اللي هي قطعة حماية. الفكرة وين؟ انه الكاميرا لما تركبها على جنبك مع الهولستر لحاله احتمال تجرح بنطلونك وتخرب بنطلونك، هاي هي الفكرة. فهاي القطعة عبارة عن حماية، بتركب عليها الهولستر اول زي هيك، بعدين هاي القطعة كلها الحماية بتركبها على الحزام. فهون لما تيجي تترك كاميرتك، اذا كانت العدسة طويلة الى اخره، الكاميرا راح تلمس هاي المنطقة، هاي القطعة ما راح تلمس بنطلونك او اواعيك، فهاي الشغلة الزيادة بدك تنتبه لها. هاي هي القطعة الثانية بتكون، والحزام كثير متين وبيجي معاها هاي القطعة كمان. اذا انت عندك عدسة طويلة بدك تركبها كمان على الهولستر، تقدر تلف عليها هذا الرابط، بس صراحة ما اتوقع انه انا راح استخدمه، يعني ما اتوقع اني اركب كاميرتي واحط فوقيها هذا الاشي اذا كانت العدسة كبيرة، اتوقع راح اجيب لها شنطة خاصة يعني. بس انه هذا الخيار موجود، اذا انت بدك تحط الكاميرا خلص وتثبتها عن طريق هاي البانديج او هذا المربط. فالفكرة زي ما حكينا، هاي قطعة فيلكرون هون بدك تفتحها زي هيك، بعدين في اكثر من مكان بالحزام تقدر تدخلها فيه، فانا بفضل على المنطقة الطرية اللي هون لانه هاي راح تيجي على خصرك والوزن راح يجي عليها، فبتقدر تدخلها من هون
وتصير جاهزة، بس إنه بدي أخليها توصل للآخر، بعدين بسكر عليها وهيك بصير الحزام جاهز للاستخدام. فبلف على خصر مباشرة وبصير جاهز إنه ألبسه وأحط عليه الكاميرا مباشرة. إذا خلصت التصوير بالكامل بدي أرتاح بدي أروح أوكي للآخره، بشرح الحزام بالكامل وبحطه بأي مكان بدي إياه وخلص برتاح. وهنا كمان للتأكيد إنه الكاميرا ما لو كانت العدسة طويلة أو كبيرة أو الكاميرا كبيرة مثلاً، لو بدها تجرح البنطلون هذا الإشي ما راح يصير لأنه في هاي القطعة الحامية نحكي أو الكفر الحامي. هلا القطعة الثالثة أو الخيار الثالث اللي بدي أحكي عنه اللي هو حزام لكن بيجي معاه اثنين هولستر. هاي هون الفكرة تاعته إنه تخلي إشي على اليمين وإشي على اليسار، وهاي أنا كليه بحتاجها كثير وقت التصوير لسببين. الأول معظمكم بيعرف مصورين الأعراس، إذا بتعرف صديق لك مصور أعراس راح يحتاج كاميرتين بعدستين يصور فيهم. في مرات تحتاج عدسة زوم ببعد معين تقدر تغيرها وتصور فيها، وبتحتاج كاميرا ثانية بعدسة ثانية بفتحة واسعة حتى تخلي الخلفية مغبشة إلى آخره، وتأخذ شوتات يكون العرسان مثلا لحالهم مبينين بالشوت. فبهاي الحالة أنت بتحتاج كاميرتين وعدستين، وهيك معظم مصورين الأعراس المحترفين راح تلاقيهم بيعملوا. أو لخيار ثاني أنا كلي وكمان بحتاجه، أنا لما أجي أصور مش بحفلات، نحكي إيفنتات عائلية أو جلسات تصوير عائلية إنه بيكون في تجمع عائلي إلى آخره، فالناس تحكي لك إنه فرجيني الصورة فرجيني الصورة، مش حلوة صراحة. أنا بقولكم من تجربة إنه لما تقعد تصور تيجي تفرجيهم الصورة على شاشة صغيرة زي هيك. فأنا بعتمد دائما إني أنا آخذ معي التابلت وقت التصوير، وهذا التابلت هلا أنا مبسوط جدا بدي ألاقي طريقة أركب عليه البلاطة هاي وأخلي التابلت مثلا زي هيك ملزق بغض النظر على الكفر، بحطه على جنبي على الهولستر اللي على اليسار، وبس احتاجه بفكهم الهولستر بفرج الزبون وبخلي الكاميرا على الهولستر اليمين وبصير ابدل بينهم الاثنين. فهيك بصوره، اذا طلب منه نفرجين الصوره بحط الكاميرا على اليمين وبطلع التابلت من الشمال وبفرجيه الصوره، بكون شابكهم مباشره لايف وتطلع الصور. بتمنى ما اكون طولت عليكم، برجع بكرر اعتذاري اذا ظهرت اي اعلانات بالفيديو، بعرفش كيف اليوتيوب بقرر يظهر الاعلانات وباي وقت. شكرا لشركه يوكام لرعايتهم هذا الفيديو وكل فيديوهات مراجعه معدات التصوير. اذا عندكم اي اسئله او استفسارات او اكسسوارات تصوير حابين نعمل عنها فيديوهات تقدروا تبعثوا لي على بروفايل الفيسبوك او انستغرام @leo.hamati. تذكروا دائما يا حبايبي انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه. يعطيكم العافيه.